بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وبوابة الضرائب المصرية. النهاردة بنتكلم على حقيقة إمكانية سداد المساهمة التكافلية على موقع المصلحة أو موقع الضرائب المصرية، وهنبص أنا وحضراتكم مدى إمكانية دوت وهنعمله إزاي خطوة بخطوة. طبعا هنا لو حضراتكم شفتوا، أنا دخلت طبعا رحت على خدمات الدفع الإلكتروني، ونزلت تحت هنا وهعمل إضافة. طلع لي هنا دخل وقيمة مضافة وخصم وتحصيل و42 و44 و45، بس هو طبعا هنا احنا بنتكلم هيبقى ده تبع الدخل. حضرتك هتنزل هنا هتختار سنة الإقرار مثلا، تمام. هو طبعا هنا بيقول لي تم غلق الفتره، ممكن تقديم طلب سداد بقيمه بند المساهمه التكافلية عن تلك الفتره، علما بان نسبه المساهمه 2.5% من اجمالي الايراد. طبعا انا اوريدي كنت بسددها فمش محتاج اعمل كده، ولكن هو جابها لي على طول. ليه جابها لي على طول؟ جابها لي على طول عشان انا اوريدي مسدد الاقرار، تمام. فمفيش حاجه تتسدد ل 2019 تاني. يعني لو انا طلعت هنا وعملت اختار سنه الاقرار، طبعا هو هنا لغى لي البند، تمام. ولكن لو انا مفروض هختار حاجة تانية، يعني لو انا دخلت قيمة مضافة عشان اوري بس حضراتكم الموضوع بيمشي ازاي، ورجعت تاني للدخل، اقدر ان انا لو انا بقى مش هختار 2019، لان انا لما اخترت هنا 19 انا مقدم الاقرار، فطبعا نقلني قال لي هو ده مفيش غير المساهمة التكافلية. انما انا اقدر من هنا لو انا بقى مختار السنه فوق وما كنتش لسه سددت، هيجي يقول لي فروق ضريبه ارباح توزيعات اسهم، توزيعات اسهم وحصص، اقرار ضريبي، ضريبه اذون وسندات خزانه، اقرار شركات اموال او مساهمه تكافليه، وهي هختارها. وطبعا هحط القيمه، بيقول لي طبعا خلي بالك انها 2.5 في الايه؟ في الالف، تمام. فاقدر ان انا اسددها من هنا واكمل بقى اعمل حفظ واستمرار واكمل، واخد بال حضرتك الستبس بقى او الخطوات بتاعت الدفع، واخد بال حضرتك زي ما احنا يمكن قلنا في النظرة العامة على السداد الالكتروني. ده كان فيديو سريع للاجابة على الاسئلة اللي بتوصلني، هل ينفع نعمل المساهمة التكافلية او نسدد المساهمة التكافلية. حقيقي من يومين ثلاثة ما كانش ممكن، ولكن فجأة اكتشفنا ان بقى في مساهمة تكافلية نقدر نسددها من على بوابة الضرائب المصرية. متشكر لحضراتكم جدا، دايما اسعد بالاسئلة اللي انتم بتبعتوها لي، لان هو ده اللي احنا بعد كده بنعمل الفيديوهات ردا عليه. كل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.